قبل بداية المقطع، إذا كنت حابب تعلن أو تتواصل معايا راح تلقى حسابي في الانستغرام طالع قدامك الآن في الشاشة، فارس أوفيشال شرطة تحت. وأيضا للي حابب يعني يعلن وما عنده الطريقة يعني أو ما عنده الانستغرام، برضو الإيميل حق الإعلانات راح تلقوه في الديسكريبشن أكيد. فيلا إذا تبي تعلن عندك الفرصة الآن. وبس هذا بالنسبة لحسابات في مواقع التواصل. الشيء الثاني، حاليا احنا 51,000، انا ودي اكبر العدد ل 55,000 باذن الله قبل نهاية العام. فما ادري اذا انت تقدر تشاركوني في هذا الهدف ولا لا، علموني. اذا انتم رجال انا اتمنى يعني وتبوا تساعدوني انشروا ذا المقطع في كل الجروبات اللي عندكم عشان نوصل 55,000 قبل نهاية هذا العام باذن الله. ويلا اترككم مع المقطع ولا تنسوا تضغط زر اللايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم فارس وفارس أوفيشال. مقطع جديد، مقطعنا اليوم راح يكون توقعات لمباراة الهلال والنصر. فطبعا مقطع اليوم شوي مختلف، فإن شاء الله لكم تستمتعوا فيه كلكم. الطريقة شوي مختلفة يعني بكل أمانة. فإذا كنت جديد على القناة يلا تشترك وتفعل جرس التنبيهات، خلونا نوصل 50,000 في أقرب وقت. فأنا أنصح الجميع أنه ما يكبر الشاشة، يعني ما يشوف الشاشة كاملة، لا يخليها مستقيمة عادية عشان يقدر يعني يشوف المقطع بشكل ممتاز جدا، وتكون كذا التكتيك عندكم واضح وكل شيء. وكيف المستقبل ان شاء الله راح اعمل اني اخلي لكم الشاشة زي شاشة اليوتيوب بالضبط، لانه لو خليتها شاشة الجوال على شاشة اليوتيوب فراح كيف اقول لكم انه يطلع المقطع صغير. لكن انا في المستقبل راح احاول اغير هذا الشيء وراح اتعلم على هذا الشيء باذن الله، لانه انا مضطر اني اسوي هذه الحركة عشان تشوف التشكيلة وكل شيء. نبدأ في النصر. طبعا قبل ما نبدأ كل شيء، المباراة تبدأ الساعة 8:15 يوم الاثنين بإذن الله، يعني 8:15 دقيقة بتوقيت المملكة العربية السعودية حسب ما سمعت في ملعب جامعة الملك سعود أعتقد. طيب نبدأ بتشكيلة الفريقين. النصر بنسبة كبيرة راح يبدأ حراسة المرمى جونز، قلوب الدفاع مايكون ولا جامي، في اليمين سلطان الغنام، في اليسار كم، خط الوسط بتروس اللي أمس شارك في التدريبات الجماعية وأعتقد أنه خلاص جاهز 100%، والصليهم أيضا، مارتينيز أتوقع أنه جاهز أيضا، مرابط، خالد الغنام، حمد الله. فتشكيلة النصر جدا ممتازة. طبعا النصر عنده غيابين فقط، عبد الفتاح عسيري وعبد الله مادو. الصراحة يعني غيابين أو أوكي بعض يمكن يقول مهمين، لكن نشوف النصر جدا قوي ما شاء الله تبارك الله. بالنسبة لي أعتبر أن عبد الفتاح عسيري أبدا ما هو اللاعب اللي راح يفقد النصر في مباراة الهلال، حتى عنده أيمن يحيى، عنده لعيبة كثير النصر في الدكة، فالنصر ما راح يوقف على عبد الفتاح. وأيضا مادو، تتكلم لا جامي ما شاء الله تبارك الله بدع في المباريات اللي لعب فيها مع النصر، فلا جامي مع مايكون بتكون ثنائية جدا جميلة. فتشكيلة النصر بكل أمانة جدا ممتازة، والنصر تتعرف كيف طريقة لعبه عاد. فالنصر فريق متكامل تماما بكل أمانة لذي المباراة. نروح للهلال. الهلال حراسة المرمى الجدعاني، لأنه المعيوف تكد غيابه رسميا، قلوب الدفاع جنق والبليهي اللي ما تغيروا من بداية من السنة اللي راحت يمكن وقبل حتى، البريك والشهراني أظهرة، الفرج كويلار ثنائية جدا ممتازة، كاريو، فييتو اللي عوض غياب سالم الدوسري، ما ندري عاد إذا سالم بيشارك ولا لا، جوفينكو وغوميز. طبعا الشيء اللي ممكن ما نعرف انه ما تدري يعني ممكن المدرب يلعب كانه ما تدري، وسط الهلال يتغير دائما، ممكن سالم الدوسري فجأة يجهز. فايضا تشكيلة الهلال بالنسبة لي جدا ممتازة، اشوف كل الفريقين اقوياء بكل مانع على جميع الاطراف. يعني تتكلم الجدعاني جونز، اوكي نقدر نقول جونز يتفوق، البليهي لا جامي اقدر اقول لك البليهي ممكن يتفوق بعامل الخبرة شوية، بعدين عندك جنق و الأخ مين مايكون، نقدر نقول مايكون شوية يتفوق، البريك والغنام متساويين، الشهراني وكم، الشهراني يتفوق بكل أمانة، الفرج مع الصليهم أشوف أنه الفرج أكيد أفضل، كويلار وبتروس، بتروس أفضل، كاريو ومرابط أشوفهم متساويين، فييتو أفضل من الغنام بسبب عامل الخبرة أكيد، جوفينكو مارتينيز أحسهم متساويين، حمد الله وغوميز برضو يعني تقدر تقول متساويين. فالفريقين كلهم قوية بكل مانا وعندهم عناصر قوية. فهذه تشكيلة الفريقين. الآن نروح للتوقعات، طبعا نحول لمكان ثاني. طيب رجعت لكم من جديد. الآن طبعا صورت يعني مقطع تقريبا 5 دقائق 6 دقائق يعني من هذه الفقرة، لكن المشكلة في النهاية برنامج التصوير ما حفظه، فعوافي يا رجال، راضين بقضاء الله وقدره. على العموم خلونا نرجع الآن نتكلم عن المباراة بشكل سريع ومفصل، يعني مو مفصل، أخف شوي لأنه أول فصلت لكن
في النهاية راح على الفاضي، راح أتكلم بشكل أسرع عشان نختصر الوقت. النصر والهلال في آخر 5 مواجهات، النصر خسر في 3 وفاز في 2، ويعني تقريبا النصر يعني في آخر 5 مواجهات سجل نقدر نقول 1 3 4 6، أوكي ممكن النصر نقدر نقول سجل 6 واستقبل ما يقارب يعني الـ6 أهداف أيضا، أوكي. أما الهلال في آخر 5 مواجهات فاز في 4 وتعادل في 1، الهلال سجل 6 أهداف، لا حتى مو 6 يا رجال، وين 6 يا رجال، أكثر من 6 في آخر 5 مواجهات الهلال سجل يا حبيب القلب 10 أهداف تقريبا، نقدر نقول لي لا مو 10 8 نعم 8 واستقبل هدف واحد. وفي آخر 10 مواجهات بين بعض النصر والهلال، الهلال فاز في 4، النصر فاز في 3 وتعادل في 3، نقدر نقول الكفة متساوي بين الفريقين بكل أمانة. طبعا المباراة راح تعرض على قناة السعودية الرياضية، الملعب الساد الملك فهد أجل، هي المباراة فرض الهلال مو فرض النصر، لو فرض النصر كانت في ملعب جامعة الملك سعود. ترتيب الفريقين، الهلال الأول بلعب 4 مباريات فاز في 3 وخسر في 1 عنده 10 نقاط، أما النصر فهو المركز 13 لعب 4 خسر في 3 وفاز في 1، أوكي فيعني بكل أمان الهلال متفوق من ناحية الإحصائيات والأشياء الثانية، بكل أمان الهلال كلها متفوق فيها. لكن بالنسبة لي أنا يعني كشخص متابع لكرة القدم ولي يعني سنوات أتابع كرة القدم، ممكن يعني قبل ما بعضكم ينولدوا، عرفتوا كيف؟ استغفر الله العظيم. فيعني بكل أمان مباريات الديربي لا تعتمد على الإحصائيات، يعني انت تعرف شفت مباراة الاهلي والاتحاد، لا تعتمد على احصائيات، الاهلي متفوق على الاتحاد اخر 10 سنين، في النهايه فاز الاتحاد. ف يعني مو شرط انه الهلال متفوق بكل الاحصائيات يعني الهلال راح يفوز في المباراه، شيء طبيعي انه اذا النصر فاز فهذا ابدا مو سقطه بحق الهلال وابدا ما هي مشكله، بالعكس لانه في النهايه هو ديربي، الديربي ديربي، لو ايش ما يصير لو كان الفريق الاول في الدرجه الممتازه والثاني في الثالثه، عرفت كيف؟ لأنه هو في النهاية ديربي، الهلال والنصر مباراة جدا كبيرة. طبعا أنا عجبني في النصراوي أنه مخلين شعارهم زي شعار ريال مدريد، الله يسامحكم يعني ما له داعي ذا التقليد، لكن بكيفكم بكيفكم يا النصراوية، ما حد يقدر يلومكم، شايفين ما شاء الله فريقكم أنه أحسن فريق في العالم ومن حقكم يعني ما حد يلومكم، أوكي. والهلال شعاره حلو عاد ما تغير من سنين. طبعا أنا يعني الحين أبدأ أقول لكم توقعاتي. بالنسبة لي اعتقد انه فوز الهلال ممكن وفوز النصر يعني ممكن بس بيقل، لكن النسبه الاكبر بالنسبه لي ما هي لا الفوز ولا الخساره. طبعا المشكله اني سويت هنا النتيجه اللي ابغاها، فعشان كذا ما يمديني اختار قدامكم. فالهلال قلت لكم انه ممكن يفوز بنسبه اكبر، النصر بنسبه اقل، يعني اقدر اقول لكم نسبه فوز الهلال 30% ونسبه فوز النصر 20%. أما النسبة الأكبر بالنسبة لي وتوقعي هو التعادل، أتوقع أن التعادل هو الأقرب في هذه المباراة، الفريقين حسهم متساويين، مباراة ديربي، الهلال راح يهاجم، النصر راح يدافع، النصر راح يلعب على المرتدات، فراح تكون مباراة نقدر نقول شوي متساوية. صحيح الهلال يعني أنت تعرف ضغط الهلال كيف، بالنسبة لي أعتقد لو التحكيم كان كويس راح نشوف مباراة ممتعة وكويسة، أما إذا التحكيم ما كان كويس صدقوني أنه راح تصير مشاكل كثيرة في المباراة. أهم شيء يكون التحكيم كويس صدقوني بعدها كل شيء بيضبط بكل أمانة. فزي ما قلت لكم بالنسبة لي أتوقع تعادل. طيب فارس، لا مو فارس، أستاذ فارس، لو قلت يعني النتيجة كم تعطي نتيجة؟ والله شوفوا بيني وبينكم يعني لا أعتقد أنها أقل من 1-1، يعني يا 1-1 يا أكثر بكل أمانة، 1-1، 2-2، 3-3، 3-2 للهلال، 2-1 للنصر، ما تدري، لكن هو أنا توقعي هو التعادل 1-1 بكل مانا، وأعتقد أنه راح تسجل في المباراة أكثر من هدفين، يعني هدفين وأكثر، عرفتوا كيف؟ فبس هذا هو توقع المباراة، أنتوا أعطوني توقعاتكم تحت في التعليقات للديربي الهلال والنصر.
واكتبوا لي اذا تبون اسوي لكم رده فعل على المباراه برضو تحت في التعليقات. حسابات في مواقع التواصل راح تلقوها تحت. كان معك فارس فارس أوفيشل، تحياتي للكل، شكرا لكم على متابعه المقطع، مع السلامه، والله صلي وسلم على نبينا محمد، سبحان الله محمد سبحان الله العظيم، الصفر العظيم، وتوب لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين.